السلام عليكم. التمرين الثامن حول لي سيغي غيال، المتسلسلات الحقيقية. بغينا نشوفو لا ناتور ديال هاد المتسلسلة هادي. سيغما دو ان سوبر هيرو ايكالا زيرو جيسكا بليس لانفيني بيان سور. De cosinus hyperbolique de n sur cosinus hyperbolique 3n. إذن هنا بالنسبة للبريروكي اللي خصهم يكونوا عندنا، قال لك يعني هنا السؤال كيقول لك كومباري ا اون سيري جيومتريك سيت سيري، ايتيدي سيت سيري يعني ادرس هذه المتسلسلة بمقارنتها مع متسلسلة هندسية جيومتريك. إذن لا فونكسيون كوسينوس هيبربوليك هي هذه، إلي ديفيني سور تو تير سور ار تو انتيي بور تو اكس كيل كو سوا اكس ابارتونو ار كوسينوس هيبربوليك اكس ايتيغال اكسبونونسييل اكس بلوس زائد اكسبونونسييل ناقص اكس الكل مقسوم على اثنان. إذن هذا هي لا فونكسيون كوسينوس هيبربوليك. لو غرافيك ديالها هو هذا، ها لي زاكس لاكس دي زابسيس لاكس دي زوردوني. لو غرافيك ديال لا فونكسيون كوسينوس هيبربوليك هو هذا، هكذا ديكرواسون بلس لانفيني كرواسون بلس لانفيني اون باسون بار لو بوان 0 1 مرورا بالنقطة 0 1. إذن غادي نطبقوا هاد لا فونكسيون هادي على دوزين. إذن كوسينوس هيبربوليك 2 ان تساوي كوسينوس هيبربوليك اكس، اكس هنا خديتها هي 2 ان، إذن غتعطينا اكسبونونسييل 2 ان بلس اكسبونونسييل موان اكس موان 2 ان دو تو سيغ. نفس الشيء بالنسبة للكوسينوس هيبربوليك 3 ان، الوغ سا دون ايكال exponentielle 3n plus exponentielle moins 3n le tout sur 1. إذن هنا غادي نقسم، غنقسم الكوسينوس هيبربوليك 2n على الكوسينوس هيبربوليك 3n، يعني غنقسم هاد ليكسبريسيون هادي هاد التعبير على هاد التعبير. إذن القسمة كتقول لك غنضرب في مقلوب الكسر التام. إذن غتعطينا كوسينوس هيبربوليك 2n على كوسينوس هيبربوليك 3n تساوي ها كوسينوس هيبربوليك 2n، غنضربها غنقسم على هذه بمعنى غنضربها في المقلوب ديال هذه. هذو خصائص ديال الاعداد الجذريه، يعني في السنه الاولى اعدادي. اذا اش غتعطينا؟ غنختزل باثنان من المقام هنا ومن البسط. علاش؟ لان عندي الضرب هنايا، غيبقى عندي هنايا كنتيجه اكسبونونسييل 2 ان زائد اكسبونونسييل ناقص 2 ان الكل مقسوم على اكسبونونسييل 3 ان زائد اكسبونونسييل ناقص 3. اذا شنو غادي نعمل الان؟ غادي نقوم بالتعميل. اذا غادي نعمل باكسبونونسييل 2 ان هنا في البسط، ونعمل باكسبونونسييل 3 ان في المقام. اذا غادي نحصل على اكسبونونسييل 2 ان عامل على بين قوسين 1 زائد اكسبونونسييل ناقص 2 ان على اكسبونونسييل 2. مقام غنعمل باكسبونونسييل 3 ان، غنحصل على اكسبونونسييل 3 ان عامل على 1 زائد اكسبونونسييل ناقص 3 ان على اكسبونونسييل 3. بما ان عندي هنا جوداء البسط وجوداء في المقام، اذا غادي نعزل اكسبونونسييل 2 ان على اكسبونونسييل 3 ان مضروبه في هذا الشيء هذا اللي غيبقى غنعملو بين قوسين. اكسبونونسييل 2 ان على اكسبونونسييل 3 ان راه معروفين هادو خصائص القوى، خارج قوتين لهما نفس الاساس. اذا هنا غتعطينا اكسبونونسييل ماشي نفس الاساس، عفوا، غتعطينا اكسبونونسييل 2 على اكسبونونسييل 3 الكل اس ان، كل اس ان اذا مضروبه في 1
زائد اكسبونونسيال 2 ناقص 2 ان وتحت منها اكسبونونسيال 2 ان. اذا هاد اكسبونونسيال 2 ان غتطلع للوسط غتولي ناقص غتنقص، اذا غتعطينا اكسبونونسيال ناقص 2 ان ناقص 2 ان هي ناقص 4 ان. نفس الشيء بالنسبه للمقام هنا، عطينا 1 زائد اكسبونونسيال ناقص 6 ان. اذا غنختزل ب اكسبونونسيال اس 2 هنا وهنا لتحت في الوسط وفي المقام، يبقى لي هنايا واحد هو، وهنا غنختزل باكسبونونسيال 2 يبقى لي اكسبونونسيال 1 يعني او، فالكل اس ان في هذا الشيء هذا. اذا هنا واحد زائد اكسبونونسيال ناقص 4 ان، خصائص القوى غادي تقلب غتعطينا واحد على اكسبونونسيال 4 ان، وهذه غتعطينا واحد زائد واحد على اكسبونونسيال 6 ان. اذا نلاحظ ان هاد لا سويت هادي واحد على اكسبونونسيال 4 ان كون ان تونفيغ بلوس لانفيني اكسبونونسيال 4 ان تونفيغ بلوس لانفيني، واحد على بلوس لانفيني زيرو، دونك هاد لا سويت هادي تون فيغ زيرو كون ان تون فيغ بلوس لانفيني. نفس الطريقة هاد لا سويت واحد على اكسبونونسيال ستة ان تا هي تؤول الى صفر عندما يؤول ان الى زائد لا نهائي. اذا هاد لا سويت هادي كاملة اللي دورت عليها باللون الازرق تؤول الى واحد على واحد، واحد على واحد هي واحد، هاي كتبتها تؤول الى واحد. اذا هاد لا كونتيتي هادي كلها هاد لا سويت هادي، إذا أش بينت؟ بينت أن لا سويت ديالتنا هادي كوسينوس إيبربوليك 2 إن على كوسينوس إيبربوليك 3 إن كتساوي واحد على أو الكل أس إن مضروبة في واحد لا سويت أخرى هادي هي في طون فيغ إن. إذا شنو هذا؟ هذا معناه أن هاد لا فونكس هاد لا سويت هادي إكيفالونت أو واحد على أو الكل أس إن، علاش؟ لأن هذه طون فيغ إن. إذن هادشي اللي كتبت هنا، إذن دونك كوسينوس إيبربوليك دو زين سور كوسينوس إيبربوليك تروا إن إكيفالونت هاد لا سويت هادي، لو تيرم جينيرال ديال لا سيري ديالنا إكيفالون أ إن سور أو أ لا بويسونس إن. ولاحظوا هادي راه سيتي سويت جيومتريك، سيتي سويت جيومتريك، يعني الى بدينا من صفر اذا لو بروميير تيرم ديالها هو واحد على او والصفر يعني واحد، والاساس ديالها لا غيزون ديالها هي واحد على او. هادي سيتي سيري سي لو تيرم جينيرال دون سيري جيومتريك ان سور او اون فالور ابسولو راه صار من واحد، علاش؟ لان او كبر من واحد، او كبر من واحد اذا واحد على او صغر قطعا من واحد. اذا لا سيري سيغما دو 1 سور او على بويسونس ان انطلاقا من ان تساوي صفر حتى لانفيني الي كونفيرجونت، علاش؟ لان لا غيزون ديالها سي اون سيري جيومتريك، لا غيزون ديالها 1 سور او كومبري اونتر 0 اي 1 ستريكت. اذا حسب لو كريتير ديكيفالونس، اذا حتى هاد لا سيري هادي لا سيري ديالنا نوتر سيري هادي تا هي ال كونفيرج دابغي لو كريتير ديكيفال. اذا هكذا اكون قد انهيت هذا التمرين. اذا ومنساوش عفوا منساوش ان هاد لا سيري سي اون سيري اترم بوزيتيف، علاش؟ لان واحد على او على بويسونس ان كلك سوا ان بارتنون ان هادو راه سون دي تيرم بوزيتيف. حتى هادو هادو من باش غادي نعرفو من سون بوزيتيف هاد لو تيرم هادا؟ غنعرفو من لو غرافيك ديال لا فونكسيون كوسينوس ايبربوليك. لاحظو ان كيلك سوا اكس ابارتونون ار الكوسينوس ايبربوليك اكبر من او يساوي واحد، يعني كيهبط حتى لواحد و كيطلع، يعني مكيهبطش تحت واحد، اكبر او يساوي واحد. اذا كوسينوس ايبربوليك دو زين اكبر او يساوي واحد، وهذا تا هو المقام اكبر او يساوي واحد، كسر مقامه اكبر او يساوي واحد، بسطه اكبر او يساوي واحد، ومقامه اكبر او يساوي واحد، اذا تا هو غيكون اكبر او يساوي واحد، وواحد راه عدد
اكبر من صفر. اذا هادو كلكو سوا ان ابارتون ان كوسينوس هيبربوليك دو زين سور كوسينوس هيبربوليك تخوا زين حتى هي راه واحد التعبير موجب. اذا هاد لا سيري وهاد لا سيري بويسك سون ايكيفالونت دونك ايل سون دو ميم ناتور. هادي كونفيرجونت حتى هادي غتكون كونفيرج. اذا انتهى التمرين. اذا اعجبك الفيديو حاول ان تشارك في القناة، لا تبخل بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وان تشارك مع اصدقائك محتوى هذا التمرين، فهو تمرين مفيد جدا بالخصوص لطلبة السنة الاولى جميع. هادشي ما كاينش في الثانوي، يعني هادشي ما يمكنش ليه يدير في الثانوي. علاش؟ لان ماشي في المستوى ديال الثانوي او في مقرر الثانوي. اذا الى اللقاء في فرصة اخرى.